السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة جريد 4 منهج أليكس إيزوي، إن شاء الله النهاردة هنشرح كده مع بعض أول حصة في المنهج. طبعاً أول حاجة بتبقى مبسطة خالص، هنمشي كده بالراحة واحدة واحدة، وهنبدأ حصة النهاردة نركز فيها على الألفابي فرنسي اللي هي الحروف الأبجدية الفرنسية، ونبدأ نتعود مع بعض على نطق الحروف علشان لما نيجي بعد كده ننطق الكلمات تبقى الدنيا واضحة معانا شوية. طيب، نطق الألفابي. آ آ بي بي سي سي دي دي أ. الحرف الغريب ده يا ميس؟ أيوة، الحرف ده بين الكسرة والضمة، كأنك عايز تدي الحرف كسرة وتقول إيه، وعايز تديله ضمة وتقول أو، فطلع بين الاتنين بقى النطق بتاعه أ أ. إف إف جي يا ميس، ده اسمه جي؟ لا، ده اسمه جي في الإنجليش، لكن في الفرنسي اسمه جي جي جي، يبقى ده عكس نطق الإنجليش. أش 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 إي إي اي جي جي يا مس، ده اسمه جي؟ لا، اسمه جي في الانجليش. الله، يبقى انا كده اخدت بالي من ايه بقى؟ اخدت بالي ان الحرف ده والحرف ده لا مش ده، والحرف ده عكس بعض في الانجليش، يعني ده في الفرنسي بقى هيبقى اسمه ايه؟ جي، وده هيكون جي. نقول من الاول بقى: A B C D E F G H I J K K L L M M N N O O ب ب ك ك. فاكرين نطق الحرف ده كان اسمه أ أ؟ طب لما اجي اقرا ده شبهه شويه في الطريقه اللي نطقنا بيها ده، فده اسمه ك ك. اغ اغ اس اس تي تي أ أ يا ميس، ده شبه ده فعلا، شبهه شويه، لكن ده الضمه بتاعته كانت خفيفه شويه فقلتها ا ا، لكن نطق الحرف ده اسمه ا ا. هنا في في دبليو في دبليو في، احنا عارفين كلمه اتنين او حاجتين في الانجليش اسمها دبل، طب في الفرنسي اسمه دوبل 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 في، يعني اتنين في. اكس اكس ايغريك إيغريك، ده كده اللي نطقه فعلا غريب شوية، نركز فيه. إيغريك زد زد. طيب نكمل هنا ونركز على الكام حرف اللي نطقهم غريب علينا شوية أو جديد علينا شوية. خلينا نبص كده على الحروف الكابيتال نقرأ منها. آ بي، يلا ريبيتي افيك موا، كرروا كده معايا، كرروا معايا واسمعوا الريكورد او الفيديو ده كذا مره، النطق هيبقى سهل علينا جدا ان شاء الله. آ آ بي بي سي سي دي دي أ أ إف إف جي جي أش أش إي إي جي جي كا كا L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y, Z. طيب أنا هنا
جايبه لك بقى نطق الحروف بطريقة النطق مكتوبة تحتها. اوكي، اللي حابب ياخدها سكرين شوت. أ ب س د أ ف ج ش اي جي ك، ما حدش نطلع الاغي يا ولاد. ك ال ام ان او ب ك ر S T U V W W، يعني 2 V. X X Y Z. احنا كده النهارده قلنا ايه نطق الالفابيت، تسمعه كذا مره عشان هيجي معاك بالتكرار، هو سهل جدا. طيب النهارده ان شاء الله هناخد فكره، فكرة بس كده عن أول ليسون في الأونيتي آل، الدرس الأول في الوحدة الأولى. طيب الدرس ده عنوانه إيه؟ عنوانه عنوانه بونجور كومان تو تابل، بونجور كومان تو تابل. طيب قبل ما نتكلم عن عنوان الدرس ده، عايزين نعرف الأول لي بيرسوناج دو ليفر. لي بيرسوناج دو ليفر، شخصيات الكتاب، هي مهمة أو مهمة؟ عشان بيجي عليها أسئلة، فلازم على الأقل نبقى عارفين كل صورة أو كل شخص ده اسمه إيه. المنهج بتاعنا أصلاً اسمه أليكس إزوي. أليكس ده الولد، زوي دي بنت، عشان في ناس بيتلخبطوا في الصورة. أليكس ده الولد المذكر، وزوي البنت المؤنث. يبقى الولد ده اسمه إيه؟ أليكس. أليكس، البنوتة دي اسمها إيه؟ زوي. زوي. طيب مين بقى الشخصية دي؟ دي مامي. مامي دي الجدة، تيتا، أنا. مش مامي اللي هي مامتي، لا، في الفرنسي كلمة مامي بالشكل ده معناها الجدة. أنا حاول أكبر لكم بس الصورة شوية عشان هو التصوير يعني بقدر الإمكان أحاول أظبطه. يبقى مامي دي اللي هي إيه؟ الجدة، اسمها مامي. طيب الكلبوزة ده اسمه إيه؟ كروكيتو. 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 طيب اللي شكل دوج أو شكل كلب ده أو شكل فوكس، شكل قطة أعتقد، اسمه إيه؟ بازيل. بازيل، على شكل شبه القطة كده شوية. بازيل. بازيل. طيب واللي شكل الكلب الدوج ده اسمه ايه؟ لولو. 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 طيب والارنوب ده اسمه ايه؟ غودولف. غودولف. تمام، دي كده اسمها لي بيرسوناج دو ليفر، دي شخصيات الكتاب. عندي الولد ده اليكس، البنوته دي زوي، الجده دي اسمها مامي. مامي. كلبوزه ده اسمه ايه؟ كروكيتو. كروكيتو. اللي شبه القطة دي اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ بازيل. بازيل. طب اللي شبه البوبي او الكلب ده اسمه ايه؟ لولو. لولو. اخر شخص معانا اللي هو شبه الارنوب ده اسمه ايه؟ غودولف. دي كده لي بيرسوناج دو ليفر، اللي هي شخصيات الكتاب. طيب اول عنوان عندنا او عنوان الدرس الاولاني عندنا اسمه ايه حلوين؟ اسمه بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل، يعني ايه بقى الكلام ده؟ كلمه بونجور معناها صباح الخير، ودي ليها درس خاص بيها هناخده في درس لي سالوتاسيون، اللي هو التحيات، اللي هي صباح الخير ومساء الخير وتصبح على خير وكل ده، فهناخد الجمله دي على بعضها. بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل، يعني صباح الخير، ما اسمك؟ الجملة دي ممكن أستخدمها مع أي شخص أنا بشوفه لأول مرة وشايفاه في وقت اللي هو الصبح، فهقول له كده صباح الخير، ما اسمك؟ ما اسمك؟ تمام. بونجور اللي هي صباح الخير. بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل. بونجور
كومان تو تابل. تمام. طيب عندي الإجابة. أنا دلوقتي قابلت زميلي مثلا في المدرسة، صديقي أو زميلي في المدرسة، وعايزة أتعرف عليه أول يوم في الدراسة وأنا مش عارفة اسمه، فهدخل عليه كده أسلم وأقول له بونجور، صباح الخير، كومان تو تابل، ما اسم. طب هو هيجاوبني يقول لي إيه؟ هيجاوبني ويقول، خلينا نكتبها لكم هنا كده، هيقول لك بونجور، هيرد عليك كلمة صباح الخير بصباح الخير، وبعدين هيقول لك جو مابيل، ويكتب اسمه. أنا مثلا كأن حد سألني وقال لي بونجور كومان تو تابيل، هجاوب وأقول له بونجور جو مابيل ميسون، هقول له اسمي. داكور؟ يبقى دي كده الرد، معناها صباح الخير أنا اسمي وقولي الاسم. نقولها تاني، السؤال هنا كنت بقوله ازاي؟ بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل. بونجور كومان تو تابل. نحفظ ده عشان هسأل فيه المرة الجاية، هسأل فيه الناس اللي متابعة معايا الأونلاين. Bonjour, comment tu t'appelles? طب إجابتها Bonjour, je m'appelle Maysoun. Bonjour, je m'appelle محمد. Bonjour, je m'appelle أحمد. داكور؟ طيب حصة النهاردة هنخليها خفيفة كده وصغننة، أخدنا فيها بس الألفابي فرنسي، نطق الحروف الأبجدية، وتعرفنا فيها على الجملتين دول، نحفظهم أورال كويس لغاية ما يجي وقت حفظ السبيلينج في الكلمات اللي هنبدأ بيها. انتهى فيديو النهاردة، أتمنى بقى كله يعمل اشتراك في القناة عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والشرح الجديد، تبقى متابع معايا السنة دي. أنا بدأ الفيديوهات اهوت من أول السنة، مش زي السنة اللي فاتت كنت بدأها في الترم التاني. نعمل اشتراك ولايك ونشير الفيديو مع زمايلنا عشان يستفيدوا من الشرح. أتمنى التوفيق للجميع، وأقول لكم يخسيبكو، إي أوغيفوار.